العلاقات الجزائرية الإفريقية تتعزز بمركز الاتحاد الإفريقي للإذاعات، فضاء يبرز دور الجزائر المحوري في إظهار مكانة الدول الإفريقية وأهميتها في تنمية القارة السمراء. الأهمية هي نمدو صورة الحقيقية للإفريقية، النمو الاقتصادي، صورة تكاثر التبادل التجارية، هادو هما المواضيع اللي راهين نركزوا عليها. أعتقد أن الأفارقة أصبحوا يدركون قيمة جمع هذا الزخم الثقافي الخاص بهم، فمن هنا جاءت فكرة مشروع إنشاء منصة رقمية للتعريف بالمقاومات الإفريقية للأفارقة من خلال مختلف هذه الأخبار والبرامج الإعلامية. الجزائر واجهة إعلامية للقارة الأم إفريقيا، جسدتها هذه المنصة الرقمية بتبادل معلوماتي وبرامجي لأزيد من 60 شريك وعضو إفريقي. نعمل على منصة اسمها أوبفيجن أيضا، التي تتناول مختلف المواضيع التي يتم إرسالها لتبادل المحتوى في هذا يعني المركز، لإظهار لإفريقيا طبعا صورة إفريقيا عن ما يحدث في إفريقيا، وأيضا إظهار للشركاء في الخارج خارج إفريقيا الذين يتطلعون لمعرفة أخبار إفريقيا. تحديات الدول الإفريقية مشتركة، فتبادل المعلومات والخبرات يعزز كسب هذه الدول لمختلف الرهانات.